مستعجله نو بس لانه هو بيشتغل بالمجال الفني مزبوط. يعني وانه مع فنانين وهن يمكن بدهم ما يكون حكي مع حدا قبل ما بتزبط عرفتي انه ما بتزبط ومين قرر على العرس؟ انا انت شو عملت؟ انا ما كان بدي طول، كنت مسافر، تركت شغله قال لي تعالي انا من الشغل على الحبتور قال لي انطريني تحت جاي في فات انا دفعت العرس كله فات وطلع عطاني ورقه قلت له شي هالورقه قال لي حجزت العرس ما بقى فيك تغيري رايك خلصت شيء انا كنت مسافر حطينا ديت على عيد ميلادي وقلت انا بدي اخلص خلص يعني كان عندي كثير شغل وقتها كمان وقلت انه اذا بدنا نرجع نروح ونرد على العالم وما اعمل هالخطوه فحطيتها تحت الامر الواقع وخلصت كل شيء بنفس النهار حجزت الصاله ودفعت كل شيء عدد ودفع كل شيء خلصت كل شيء وهلا صار عليها الفستان هلا انت اللي بدك تروح على البيت ترجع على البيت وتخبريهم شو صار ليلتها اكيد في اختي وصار البكي يعني انه ليه وليه مستعجلين وتعرف عليه اكثر وانه هو القصص انه روقي ومش مستعجلين عليك وعيشه هذا الحكي يعني انه خي قال لهم خلص حجز الزلمه ودفع ما بقى فينا نغير شو بتتذكري من ليله العرس كارول؟ ليه حسيتك رايحه ضيفك انت معزومه؟ هيك مزبوط ما تعرفت بشي ابدا بس جبت الفستان ورحت لبس شي باجري ومشيت كان احلى عرس ببيروت لهلا بيقول ما كان عرس انت كنت انا كنت صح كان فيستيفال صح ما كان عرس بس انا اذا شفتيني بتتذكري ما كان انا الكاميرات كلها لحقتني بدها تصورني وانا ما بدي ارقص بدي انبسط قلت له انا جاي انبسط ما جاي نتصور اوكي بدنا نرقص وننبسط الليله وهيك صار وهيك صار وبقيتوا مع بعض 14 سنه وصولا لليوم لهاللحظه تحديدا كيف قدرت تتأقلمي كارول مع حياة فادي تصوير وفنانين وريد كاربت وانت جاية من عالم تاني مختلف كلياً عن عالمه أول فترة كانت صعبة صعبة بشو؟ صعبة انه هو كاركتيره صعب يعني هو عنده كتير ستريس وهو بيشتغل بركة 24 أور أيام بالنهار ما بينام بدله عم بيفكر بدله إذا ما عنده شغل بيكون عم بيسقف حاله بميلة تانية عم يقرأ ماجازينز عن شغله بتحسي إنه هو عايش بعالمه الخاص وأنا معودة على الغنج الدلال طالعة من عائلة يعني ظلمتها مدللة كتير حس أيام أبسان يعني قاعد بالبيت بس هو راسه غير مطرح عدا إنه أيام بيجي معصب وأنا أبداً أنا كتير رايقة يعني أنا ما بعصب بركب تمرق سنة تعصب مرة يعني أنا حداً بحب انبسط عيش اوكي انا كثير ستريكت مع اولادي وتربيه اولادي وكل شيء بس انا معه بحب عيش بحب عيش اللحظات بحب عيش الكابل هو في كان تقطع فترات كثير هو بالشغل قد ايه ضايقك هذا الشيء عذبك ايه اول فتره ما بكذب انه ضايقت كثير انه احس مش هذه الحياه الزوجيه اللي انا بدي اياها بس هو حرام ما قصر ولا مره يعني اذا نهار عنده فرصه أو نهار يجي بكير لو الساعة 10 بالليل إلي البسي يلا تعي ننزل مثلا نمشي جميزة تعي ننزل نمشي شي محل تعي ننزل نتعشى لو آخر الليل يعمل لي جو ياخدني نطلع كارول ولا مرة قلت بينك وبين حالك كان معهم حق أهلي لو ترويت شوي خاصة ببداية الزواج ولا مرة بعدين خلص تعودت وصرت أنا فايتة معه بالدومين يعني أنه يعني فادي انت ما فكرت كمان من ناحيتها هي انا عم تقول انا جوزت هالمره وتركتها بالبيت وشغل لا ما تركتها بالبيت أنا. ما عم تعطيها الوقت الكافي لها لكن ما فيك تعملي مستقبل اذا ما اشتغلت كثير لتكوني عايشه حياه مرتاحه يكون عندك سيفتي يكون عندك عندك اولاد وتعيشي حياه مرتبه وكذا ما في واحد يقعد وانا من 8 to 5 وبرجع على البيت هذه ما بتزبط يعني في تبرير للي انت فيه مش في تبرير يعني اللايف ستايل اللي عايشته بيجبرني واللايف ستايل اللي عايشينه انه اشتغل مش 24 اذا في ساعات اكثر كمان وانا وركهوليك يعني انا خلقت هيك وهي استوعبت انه هذا ما بيتغير بس وقت يكون ما عندنا شغل انا ما بنخلي بلد ما بنخلي مطرح ما بنروح عليه بننبسط الدكتور رائد محسن اثنين يرتبطوا كل واحد من عالم مختلف قديش فيها مخاطره يعني ما حدا بيعرف عن عالم الثاني وفرد مره انوجدوا ببيت واحد قديش هيدا الشيء بيحمل معه مخاطرة لنجاح العلاقة أو استمراريتها؟ فيها مخاطرة لكن نفس الوقت واضح إنه كارول تعرفت يعني على هو شو بيعمل يعني حطها يعني خاصة خيّة بكون حطها بالجو والصور اللي شفتها ممكن بالمجلات يعني ممكن تعرف إنه كمان هيدا الشيء رح يستمر يعني يكون صور بريئة ويضلوا بعالم الفن موجودين
هلا المخاطره هي انه هي ماركتينج، هي يعني بدومين بالتسويق، وهو بالفن، يعني بدهم اثنيناتهم يتفهموا بعض.